بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ذم البيان والتنطع. المقصود بالبيان المذموم مثل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من البيان لسحرة، القدرة على البيان التي يستعملها صاحبها في تحويل الحق إلى باطل والباطل إلى حق، في التلبيس على الناس وتحريف الكلم عن مواضعه بحسن الأسلوب وقوة الخطاب، فهذا هو البيان المذموم. وإلا فالله سبحانه وتعالى أخبر عن رسوله بأنه رسول مبين، والكتاب أيضا أنه مبين، وهو غاية بيان الحق. إذن فالبيان المذموم ليس كل أنواع البيان، لكن البيان الذي يقلب الحقائق، الذي يعين على الباطل، الذي يترتب عليه التباس الحق بالباطل، كالإعلام الخبيث في زماننا، وكذا البدع والضلالات التي تزين بالشبهات العقلية. قال عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. أخرجه الترمذي. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. حسنه الحافظ العراقي، صححه الحاكم. الحياء خلق يمنع من التقصير في حق ذي الحق، أن يكون الإنسان حيا يستحي فلا يتكلم بكل ما يقع في نفسه، وخصوصا فيما يتعلق بالأعراض والعورات، يستحي أن يتكلم بكلام قبيح، لا يتكلم بالبذاء. ولذا جعل مقابل الحياء البذاء. والعي يطلق على الجهل أحيانا، كما قال: إنما الشفاء والعي السؤال، ويطلق على عدم القدرة على البيان، عندما يكون إنسان عيي، بمعنى لا يستطيع أن يكون يعني قويا في الحجة، يستحي ولا يعرف كيف يتكلم، ولذا ربما كان غيره ألحن بحجته فيغلبه في الكلام، ومع ذلك فالآخر الذي عنده ذلك العي هو المؤمن، والذي عنده البيان الذي استعمله في الباطل هو فيه خصلة من النفاق. الحياء والعي شعبتان من الإيمان، لأن المؤمن عنده حياء يمنعه من أن يصرح أحيانا بألفاظ وكلمات يستحيا من ذكرها، ولذا يعده الناس لا يحسن البيان، عندهم الذي يصرح بالألفاظ والذي يحسن، عندهم السب والشتم هو الذي ينتصر، اصطلاحنا المعاصر اللي بيعرف يتخانق مثلا يرفع صوته يسب ويلعن فيرهبه الناس فيخافون منه ويعطونه حقوقه، ربما تجاوز ولم يعطوه حقوقه فقط بل أعطوه أكثر من ذلك. فالذي لا يعرف السب ورفع الصوت ويعني استعمال الألفاظ الصريحة العنيفة التي فيها البذاء، هذا يحصل أحيانا له
أن لا يستطيع إثبات حقه حياء من الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن المؤمن حيي وعنده عدم يعني مبالغة أو عدم قدرة في كثير من الأحيان على أن ينتصر لنفسه، والله عز وجل ينصره بدلا من أن ينتصر لنفسه. البذاء استعمال الألفاظ القبيحة، البيان المذموم الذي ذكرنا الذي يستعمل في إبطال الحق وإحقاق الباطل، فهذا من النفاق. ليس الجهل، أيوة، اللي هو العي المقصود في الحديث ليس الجهل، ولكن العي المقصود هنا عدم الفصاحة في الكلام. عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساوئكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الثرثار المكثار في الكلام، يقال عين ثرثارة إذا كانت واسعة الماء، عين الماء يعني، وأراد به الذين يكثرون الكلام تكلفا. ثرثرة يقضون أوقاتهم معظمها في الرغي كما نقول في اصطلاح المعاصر، الجالسون على المقاهي، المشاركون الآن في الشات على غرف النت، والله إني لا أجد عجبا حتى من غرف تسمى إسلامية يقضون الساعات الطويلة في الثرثرة والمزاح وتضيع الأعمار، وتسمع وترى وتقرأ عجبا المنتديات المسمى أيضا بالإسلامية مليئة بأنواع البذاء والسب والشتم والطعن لمجرد أدنى اختلاف، لا يعرفون طريقة سوية للاختلاف، لا يعرفون إلا الطحن كما يقولون. نسأل الله العفو والعافية. ونصيحة إلى يعني الإخوة، كأنهم يشتاقون إلى المقاهي وقد حرموا منها، فجعلوا نقلوا هذه المقاهي إلى مواقع الإنترنت، بلاء عظيم. مجالس الإخوة لابد أن تكون خالية من هذه الثرثرة. قال: والمتفيهق الذي يتوسع في كلامه ويفهق به فمه، أي يفتحه، مأخوذ من الفهق وهو الامتلاء. يقال: أفهقت الإناء ففهق، وبئر مفهاق كثير الماء. وفي بعض الروايات: أحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافهم الذين يألفون ويؤلفون، يعني الذي يوطئ عن خفض وتواضع للناس. المتشدق الذي يتكلم بملء شدقيه، الكلام كثير لدرجة أنه هو مالي بقه، وطريقة الكلام أيضا أنه يخرج الحروف من مخارجها بتكلف، يقول: ألم أقل لكم مثلا، تكلفا زائدا عن الحد. وكم من الناس في الخطابة وفي حتى في القراءة يتكلف ذلك. أنا أعرف بعض المتكلفين في هذا الباب، يقف أمام المرآة يزعم أنه يصحح الحروف، وبعضهم وبعضهن خصوصا أصيب بأمراض نفسية من شدة التشدق، ونسأل الله العافية. والبعض يزعم أن هذا تحقيق لمخارج الحروف، يسمونها طريقة التحقيق زعموا، وليس هذا بالتحقيق. التحقيق هو قول الحق، أن يعني يكون إنسان يحقق الكلام، لكن التشدق أن يتكلم بملء فيه وأن يبالغ في مثل هذه الأمور يترتب عليه من الإعجاب بالنفس والعجب والغرور الكبر احتقار الآخرين، نسأل الله العافية. نسأل الله أن يرزقك شيخا تتعلم منه بلا تكلف. فهناك من الشيوخ المعلمين
للتجويد من يعني يشقون على أنفسهم وغيرهم ويلبسون على الناس ويفتحون لهم باب الوسوسة. والله أنا كما ذكرت لكم بعض الأخوات وبعض الإخوة ربما أحتاج إلى علاج نفسي من شدة الوقوف أمام المرآة بزعم أن هذه رياضة لإخراج الحروف من مخارجها، تكلف فظيع. ولذلك أنت لو سمعت كبار المشايخ يقرؤون بطريقة سلسة ولا تلحظ مثل هذا التكلف نهائيا في كلامهم، المشايخ القراء المشهورين ومخارجهم في غاية في السلامة بفضل الله، فلا يحتاج الأمر إلى هذا الذي يتكلفه الصغار الذين لا يعرفون المسألة كما ينبغي. نسأل الله العافية. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتمطعون قالها ثلاثة، حديث صحيح رواه مسلم. قال المتنطع المتعمق في الكلام الغالي، ويكون الذي يتكلم بأقصى حلقه، مأخوذ من النطع أو النطع. عن سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة كما تأكل البقر بألسنتها، رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعا بين زيد بن أسلم وسعد بن أبي وقاص. رواه أحمد في مسنده. باب الشعر والرجز. عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر حكمة، هذا حديث صحيح، ويروى إن من الشعر حكمة والمراد منه الحكمة أيضا. قال الله تعالى وآتيناه الحكم صبيا، أي الحكمة، ولذا يفسر بأنه الفهم في الدين والعمل به، ولا يكون إنسان حكيما إلا إذا فهم حقائق المسائل والمقصود منها وعمل بالحق كذلك. لا يسمى حكيما وهو يعلم لكنه يتصرف بسفه، لا يقال فلان حكيم وهو يتصرف ويعمل أعمال السفهاء، لكن الحكيم، ولذا فسرها السلف بهذه الأقوال، الفهم في الدين والعمل به كذلك. قال وكذلك قوله عز وجل فوهب لي ربي حكما، أي الحكمة، ومعناه أن من الشعر كلاما نافعا يمنع عن الجهل والسفه. وأصل الحكمة المنع، ومنه وبها سميت حكمة اللجام، لأنه بها تمنع الدبة. وسمي الحاكم حاكما لأنه يمنع الظالم عن الظلم، ده الأصل في أزمنة ماضية، وهكذا يكون الأمر في الشرع. قال وأراد به، أراد به صلى الله عليه وسلم في قوله إن من الشعر حكمة، ما نظمه الشعراء من المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس. الإمام الشافعي رحمه الله ذهب يتعلم الشعر، شعر هذيل، بقي سنة في وسطهم يتعلم الشعر، ثم عاد يقول شعرا رائعا من الحكم والمواعظ. قال الشافعي والشعر كلام، فحسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيحه، وفضله على الكلام أنه سائر. يعني الله أعلم وأعلم أن الناس يتنقلون هذه الأقوال. هذا كان وسيلة الإعلام القديمة، الإذاعة في الزمن الماضي. قال فإذا كان الشاعر لا يعرف بشتم المسلمين وأذاهم، ولا يمدح فيكثر الكذب المحض، ولا يشبب بامرأة بعينها، ولا يبتهرها بما يشينها، فجائز الشهادة، وإن كان على خلاف ذلك لم يجز، لم يكن مقبول الشهادة، تهمة بأنه شاعر. يعني زي ما قلنا مثلا دلوقتي لو واحد مغني في زماننا لا كان مردود الشهادة قطعا، لأن الغناء في زماننا
يرتبط بالمنكرات والفواحش. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: صحبت عمران بن الحسين من البصرة إلى مكة فكان ينشدني كل يوم، ثم قال لي: إن الشعر كلام، وإن من الكلام حقا وباطلا. يعني حتى لا يتعجب لماذا يقول الشعر، ولكن لأن النفس قد تتطلع إلى هذا النوع من الأدب. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر، قال الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. المسلم لا أدرك الإسلام وما أسلم، هذا حديث متفق على صحته، هو تكملة بيت الشعر: وكل نعيم لا محالة زائل. فكذبه بعض الصحابة وقال: كذبت، نعيم الجنة لا يزول. وكل نعيم في الدنيا زائل، نعم، لكن نعيم الجنة لا يزول. ها؟ لا لا، ده لبيد، ده شاعر عربي، لبيد بن الأعصم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، رجل من اليهود، لكن هذا لبيد شاعر عربي، أخرجه مسلم، أخرجه محمد والبخاري يعني ومسلم، وزاد: وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. كاد في شعره أن يسلم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب شعر أمية بن أبي الصلت لأن فيه حكما. عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من أمية بن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، يعني زدني، حتى أنشدته 100، يعني 100 بيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم. في الرواية الأخرى قال: فلقد كاد يسلم في شعره. هيه وإيه أي زد، هي كلمة استزادة. يروى أنه قيل لعبد الله بن الزبير: يا ابن ذات النطاقين، فقال: إيه أي زدني من هذه النقيبة. وإيها كلمة تصديق، يقال صدقت. عن الأسود ابن قيس: سمعت جندبا يقول: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعفر فدميت إصبعه، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. لا يقال لمن قال بيتا من الشعر شاعر، قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. هو كلام موزون، ولكن ليس مقصود به الشعر، لا يقصد به الشعر. اتفق على صحته. وصح عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. أيضا كلام موزون، ولكن لم يقصد به الشعر. قال الإمام: قد ذهب قوم من أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسن الشعر، ولكن كان لا يقوله، وتأول قوله وما علمناه الشعر أنه رد على المشركين، أو أنه رد على المشركين في قولهم بل افتراه بل هو شاعر، فبرأه الله عن ذلك وأخبر أنه ليس بشاعر. ومن ذكر بيتا واحدا لا يلزمه هذا الاسم، وإنما الشاعر الذي يقصد الشعر ويشبب ويصف ويمدح ويتصرف تصرف الشعراء. وذهب آخرون إلى أنه كان لا يحسن الشعر، وهو الأصح لقوله سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. حتى قيل إنه لم ينشد بيتا تاما قط، ألا تراه أنه حين ذكر بيت طرفه وقال: ويأتيك من لم تزود بالأخبار، هي ويأتيك بالأخبار من لم تزوده، ويأتيك من لم تزود بالأخبار. وحين ذكر قول العباس بن مرداس والأقرع وعيينة فقدم المؤخر، واختلفوا في الرجز هل هو شعر أم لا، اللي هو البتين اللي زي بعض الرجز. فذهب قوم إلى أنه ليس بشعر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتجز كما روينا، ولو كان الرجز شعرا لكان ممنوعا منه. وذهب قوم إلى أنه شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذه الكلمات على طريق النظم، بل قال: هل أنت إلا إصبع دميتي من غير مد دميتي.
هل أنت إلا إصبع دميت؟ وقال أنا النبي لا كذبا بنصب الباء، أنا ابن عبد المطلب بالخفض، يعني ما وقفش عليها، أو لم يكن مصدره عن نية وروية، وإن استوى على وزن الشعر ومثله مولود في القرآن. هذا هو الأصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كلاما موزونا بغير قصد، ولكن توافق أن يكون موزونا في بعض الآيات، وتوافق أوزان ما عند الشعراء، لكن ليس مقصودا، ليس من تأمل مجموع الآيات تأكد أن هذا ليس بقصيدة. قال أما التمثيل ببيت من الشعر فكان مباحا له صلى الله عليه وسلم أن يقول شعر غيره عليه الصلاة والسلام. عن شريح قال قلت لعائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل شيئا من الشعر؟ قالت كان يتمثل من شعر عبد الله بن رواحة. قالت وربما قال ويأتيك بالأخبار من لم تزود، من لم تزودي، من شعر طرفة كما ذكر. قال الترمذي حسن صحيح. عن البراء بن عازب قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق ينقل معنا التراب على رأسه صلى الله عليه وسلم حتى ما أرى جلدة بطنه مما غطاه التراب، وهو يقول والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا، رفع بها صوته صلى الله عليه وسلم. هذا من شعر عبد الله بن رواحة أيضا، كان الصحابة يقولونه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول معهم ترغيبا لهم في العمل، متفق على صحته. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل، يعني أشد على الكفار من ضرب النبل. أخرجه الترمذي وإسناده صحيح. هو البعض يقول أن كعب بن مالك بين يديه وأنه كان يقول شعر عبد الله بن رواحة. هو الراجح هو يقولوا أن لماذا؟ لأن عبد الله بن رواحة قتل يوم مؤتة وعمرة القضاء كانت بعد ذلك، هذا غير صحيح. الصحيح أن غزوة مؤتة كانت في سنة 8، وشعر عبد الله بن رواحة قتل في غزوة مؤتة، ولكن عمرة القضاء كانت في سنة 7، في ذي القعدة من سنة 7. وكيف وفي الصحيح أن اختصم جعفر وزيد وعلي بن أبي طالب في بنت حمزة، علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة قتل هو وجعفر في غزوة مؤتة، إذن كانت عمرة القضاء قطعا قبل غزوة مؤتة، فلا مانع من أن عبد الله بن رواحة كان يمشي كما في الحديث الصحيح، حديث حسن غريب. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه. قال عبد الرزاق مرة وعبد الله بن رواحة آخذ بغرز النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله قد أنزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله، خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله، يعني نقاتلكم على إثبات إنزال القرآن لأنهم يكفرون بنزوله، ضربا يزيل الهام عن مقيله، يزيل الرأس عن مكانه، ويذهل الخليل عن خليله لكثرة القوة الضرب في الجهاد. عن ابن المسيب أن حسن بن ثابت قال لقوم فيهم أبو هريرة أنشدك الله يا أبا هريرة
أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني أيدك الله بروح القدس؟ فقال اللهم نعم. فضيلة عظيمة لحسان أن جبريل يؤيده، هذا دليل على أن الملائكة قد تؤيد المؤمن من غير الأنبياء، تلهمه وتوفقه، يعني تسدده في الكلام. اللهم أيده بروح القدس، شيء عظيم أن جبريل رضي الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يؤيد حسان حتى يقول هذا الشعر الذي يغيظ المشركين. قال وبه عن المسيب قال أنشد حسان بن ثابت في المسجد فمر به عمر فلاحظه وقال في المسجد، إن عمر كان شديدا يخاف على الأمة من أن تسير وراء الإغراق في الشعر، والسير وراء الشعراء غالبا يضر، فقال والله لقد أنشدت وفيه من هو خير منك. قال فخشي أن يرميه برسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه وتركه. عمر اللي خاف فسابه مشي، هيقول له الرسول صلى الله عليه وسلم أقرني على ذلك، فعمر عشان ما يزودش من هو خير منك، إنه ممكن يكون قصده أبو بكر فيبقى هينة شوية، لكن لما يعترض على إجازة النبي صلى الله عليه وسلم أو يمنع من أمر أجازه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رماه به حسان فأجازه وتركه. اتفق على صحته، فيه الرجوع إلى الحق إذا ظهر. عن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. متفق على صحته. عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤكد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤكد يعني يؤيد، ما ينافح يعني طالما نافح أو دافع أو فاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل يؤيده. قال الترمذي حسن الغريب ينافح أي يدافع، ومنه قوله نفحت الرجل بالسيف، نفحت الرجل بالسيف إذا تناولته به من بعد، ونفحته الدابة إذا أصابته بحد حافرها، ويروى ما كافحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكافحة المضاربة تلقاء الوجه. عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، بن كعب بن مالك كان أحد الشعراء، قال لقد أوتيت جدلا، كان يحسن الكلام، قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به من نضح النبل. إسناده صحيح صحاب بن حبان وهو عند أحمد. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم، قول الحق الذي ينتشر في الناس وتتناقله الأجيال، يعني الإعلام الإسلامي الصحيح يعني هو من الجهاد في سبيل الله. قال موسى بن إسماعيل عن حماد بهذا الإسناد جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. عن جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما يتبسم معهم. قال الترمذي حسن صحيح. قال معمر سمعت الزهري وقتادة ينشدان الشعر وكان الحسن لا يفعل، وقال سعيد بن المسيب إني لأبغض الغناء وأحب الرجز. باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. قال الأزهري إنما هو مثل، كما تقول أنا لك في واد وأنت لي في واد، أي أنا في صنف وأنت في صنف آخر، والمعنى أنهم يغلون في المدح والذم، يمدحون فيكذبون
ويذمون فيظلمون. ثم تجد أنهم في كل الأصناف، عندما تريده هاجيا تجده، تريده مالحا تجده، تريده مشببا بامرأة تجده، في كل الأنواع، عشاعر غزل ماشي، حماسة ماشي، كل عندهم، كل الشعراء يحسنون كل شيء. وهذا والله من آيات الله عز وجل، تجد الشعراء فعلا هذه صفتهم، أنهم في كل وادي يهيمون. حتى الأشعار، مطلعين شعر شوقي، شاعر رائع جدا وأشعاره رائعة، ويقولوا كلام باطل بشكل، كلام يعني فعلا قبيح جدا في الغلو في المدح، مدح الظلمة، وأحيانا نصل إلى ما هو أشد من ذلك، ولو بقى حاجات في الدفاع عن الإسلام، حاجة تجد عجب والله. كما وصف الله، ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. حسان شعره محفز للنفوس، وعندما مر يهودي بالحصن أثناء الحصار، أثناء حصار الخندق، قالت له صفية انزل فاقتل هذا، كان معهم في الحصون، انزل فاقتل هذا اليهودي، فاعتذر له، نزلت صفية هي التي قتلته. فسبحان الله، كل إنسان له قدرة معينة. طالما دافع عن الإسلام وقال كلاما حسنا يؤجر على ذلك، وإن كان في الكلام الباطل، إن قال باطلا يذم على ذلك ويؤذر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. اسناده صحيح. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. متفق على صحته. ليس تناقضا، الشعر المذموم هنا هو الذي ذمه الله عز وجل، أنهم يقولون ما لا يفعلون، أنهم يعني يظلمون في هجائهم وذمهم، ويغالون في مدحهم، ويذكرون العورات أحيانا، ويشببون بامرأة يعي ويفضحونها، ويذكرون أسرارا وغيبة ونميمة، ولذلك كل ذلك حاصل منهم. المذموم منه هو الذي لأن يمتلئ جوف أحد جوف رجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. يريه أي يفسد رئته، يريه ورى القدح، ورى القيح جوفه أي أكله، يريه يعني يأكل رئته. رجل مورى أو رجل موري، موري يعني تهرأ جوفه. ويروى عن أبي عبيد في معنى هذا الحديث قال: هو أن يمتلئ جوفه شعرا حتى يغلب عليه ويشغله عن القرآن والعلم. وحمله بعضهم على مهاجي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأشعار اللي فيها إيه كف، يعني في اسمه إيليا أبو ماضي اللي بيقول: قدر أحمق الخطى سحقت هامتي غطاء. أو ده اللي امتلئ من هذا النوع، وفي كتير جدا. شعر نزار قباني ده مليء بأنواع الضلال المبين، شعراء المهجر عندهم أنواع من الضلال والكفر. صلاح عبد الصبور فظائع والعياذ بالله، طعن في العقيدة وطعن في الدين، أشياء فظيعة. لا شك أن هذا من أقبح أنواع الشعر اللي مليان كفر ده وضلال. وروي في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا ودما خير له من أن يمتلئ شعرا قد هجيت به. ولا يصح إسناد هذا الحديث، الحديث الصحيح على إطلاقه، ولكن يفهم من جمع الطرق والأدلة رحمه الله أن المقصود الشعر القبيح. أنكر أبو عبيد هذا التفسير وقال: من حفظ مهاجي النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مسلما. فمن حمل الحديث على امتلاء القلب منه
فكأنه رخص في القليل منه. نقول لأن يمتلئ خير من يمتلئ شعرا، ده هو اللي بيقصد إلى حفظ مهاج النبي صلى الله عليه وسلم عشان ينشرها لا يكون مسلما. وقال معمر عن المغيرة عن إبراهيم قال: الغناء ينبت النفاق في القلب. ويروى عن ابن مسعود مثله: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وقيل: الغناء رقية الزنا. هذا صحيح. قال الشافعي رضي الله عنه: وإن كان يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا هذا سفه ترد به شهادته، وإن كان يقل لم ترد. طبعا الغناء اللي هو إنشاد الشعر، تحسين الصوت بالشعر دون آلات. فأما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم الحذاء والرجز، وقال لابن رواحة: حرك بالقوم، فاندفع يرتجز. قلت وقال سعيد بن مسيب: إني لأبغض الغناء وأحب الرجز. قلت: ومن ترنم ببيت من الشعر مع نفسه فلا بأس. قاعد كده يقول أبيات شعر يتغنى بها فلا بأس. روي عن ابن سيرين أنس قال: استلقى براء بن مالك على ظهره ثم ترنم، فقال له أنس: أذكر الله أي أخي. فاستوى جالسا وقال: أي أنس، أتراني أموت على فراشي وقد قتلت 100 من المشركين مبارزة سوى من شاركت في قتله؟ يقول: يعني أنت فكرك أنا حبوت هنا؟ ومات شهيدا رضي الله عنه، البراء بن مالك رضي الله عنه. قال النووي: حديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير أن يمتلئ شعرا، يقول: هذا الحديث محمول على التجرد للشعر حيث يغلب عليه فيشغله عن القرآن والذكر. وقال القرطبي: من غلب عليه الشعر لزمه بحكم العادة الأدبية الأوصاف المذمومة، وعليه يحمل الحديث. قال عبد الله بن الزبير: ما أعلم رجلا من المهاجرين إلا قد سمعته يترنم. ويروى عنه أنه قال: وأي رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغنى النصب. والنصب ضرب من أغاني العرب، وهو شبه الحداء أو الحداء، يقال نصب الراكب. وعن أسامة ابن زيد، وروي عن محمد بن عبد الله بن نوفل أنه رأى أسامة بن زيد في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مضطجعا رافعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى النصب. وكان عمر لا ينكر من الغناء النصب والحداء ونحوهما. واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف. الإجماع ده نقله غير واحد، ولكن الصحيح أن فيه خلاف غير سائغ، كأن من نقل الاتفاق لم يعتد بالقول المخالف أصلا، رآه خارجا عن أهل العلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. رواه البخاري معلقا ملزوما به. الحرى عن الزنا، والحرير لبس الحرير للرجال، والخمر والمعازف. سبحان الله أن هذه مرتبطة يجر بعضها إلى بعض، خلاف لا يعتد به كما ذكرنا. الخلاف لا يعتد به. قال: وروي عن نافع قال: سمع ابن عمر مزمارا فوضع إصبعيه في أذنيه ونأى عن الطريق، وقال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا وصنع مثل هذا. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده حسن وصححه ابن حبان. ولذا نقول: ينبغي لمن ركب وسيلة مواصلات أو كان في مكان أصر أصحابه على رفع الصوت بالمعازف أن يصنع مثل هذا، يضع إصبعيه في أذنيه. وأنصحه أن يزيد أن يرفع صوته بالقراءة علهم يستحيون. يقول: وكان الذي سمعه ابن عمر صفارة الرعاه، وقد جاء مذكورا في الحديث، وإلا لم يكن يقتصر فيه على سد المسامع دون المبالغة في الزجر والردع، وقد رخص بعضهم في صفارة الرعاه. الزر وزي الناي يعني. باب تحريم اللعب بالنرد. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
الميسر الجزور الذي كانوا يتقامرون عليه، سمي ميسرا لأنه يجزأ أجزاء، وكل شيء جزأته فقد يسرته، والياسر الجازر لأنه يجزئ لحم الجزور، يقال يسر القوم إذا قامروا، ورجل يسر وياسر. ذكر ذلك لأن اللعب أن الميسر إنما لابد له من وسيلة، والوسيلة هي أن النرد غالبا وما شبهها، إنها المقامرة تقوم على ذلك، النرد اللي هي الزهر، الكعبة الموسومة، المكعب الذي علم في وجوهه المختلفة، أو إذا كان مستطيلا ولكن معلم أيضا وهو الذي يعرف بالدمن، وكذلك إذا كان على ورق بدلا من أن يجعلوه في مكعب أو مستطيل جعلوه على أوراق على وجه واحد موسوم أيضا، وكل هذا وسائل، وقد حرم الشرع هذه الوسائل لأنها وسائل القمار المحرمة، ثم هي صد عن ذكر الله، وقد نص الشرع على التحريم. عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. قلت: هذا قول أهل العلم أن اللعب بالنرد حرام، ونقل الاتفاق على ذلك. عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. وملامسة النجاسة وخصوصا الخنزير المبغوض لدى أهل الإسلام جميعا أشد، وهي محرمة. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وكان ابن عمر إذا وجد أحدا يلعب بالنرد ضربه وكسرها، إسناده صحيح وهو في الموطأ ثابت عن ابن عمر. وبلغ عائشة أن أهل بيت في دارها عندهم نرد، فأرسلت: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري. هي لها حجرة وبجوارها حجر بيوت جوه، يعني دار واحدة، فأخبرتهم ذلك. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من لعب بالكعبتين على القمار فكأنما أكل لحم الخنزير، ومن لعب على غير قمار فكأنما ادهن بشحم الخنزير. واختلف أهل العلم في إباحة اللعب بالشطرنج، فرخص فيه بعضهم لأنه قد ينتصر به في أمر الحرب ومكيدة العدو. طبعا هذا وهم كبير، والشطرنج لا فائدة منه في الحروب ولا في غيرها. قال: ولكن بثلاث شرائط اللي أجزوا: ألا يقامر به، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، وأن يحفظ لسانه عن الخنا والفحش، فإذا فعل شيئا منها فهو ساقط المروءة مردود الشهادة. وإلى الرخصة فيه ذهب سعيد بن جبير، روي أنه كان يلعب به استدبارا، وكان الشعبي يلعب به، وكره الشافعي اللعب بالشطرنج والحمام كراهية تنزيه لا تحريم، إلا أن يقامر به فهو حرام، وحرمه جماعة كالنرد، وهذا قول الجمهور، وهو عندي الصحيح أن الشطرنج فيه من الأمراض. أولا هذا الشرط الثالث، أن يخلو أن يحفظ عن الخنا والفحش، تقول: الكذب ملازم للاعب الشطرنج، لابد أن يقول: مات الوزير، أكل الملك العسكري، أكلت الطبية، مات العسكري بتاعي، كش ملك، الفيل، الحصان، ويتكلمون بذلك قطعا، أليس هذا من الكذب؟ ثم لا بد من التماثيل، كان زمان بما في تمثال فيل، لغاية النهاردة تمثال الحصان موجود، رأس الحصان تمثال واضح. ولذا يروى عن علي أنه قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ثم على شرط أن يريز ولو كان، احنا ده نقول ده على قول من ايه من يجيز، لكن على القول الصحيح انه لا فرق بينه وبين النرد، وهو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ثم هو فيه من انواع الامراض الباطنة، من حب اعجاب بالنفس والغرور والعلو والكبر، ما يفسد على الانسان قلبه.
قال مجاهد: الميسر القمار كله حتى الجوز الذي يلعب به الصبيان، يعني البيل يلعبوا، كانوا بالجوز مدور، يضرب الجوزة في الجوزة يقوم تطلع يقوم ياخدها، فالبيلي بتاع الأطفال اللي بيلعبوا وبعدين يكسبوا، اللي يكسب بياخد البيلي، هذا إيه؟ قمار. وعن الحسن أن عثمان كان أمر بقتل الكلاب والحمام التي يلعب بها، يعني اللي بيعملوا قمار عليها. وعن بس طبعا ده مرسل منقطع، الحسن لم يدرك عثمان. وعن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يلعب أحد بهذه الشهاردة، بيقول جهاردة أي 14 التي تلعب بها النساء. أنا ما أعرفش الشهاردة دي، ذاك لعبة زمان قديمة، السيجا يمكن تكون. انتهى الجزء الثاني عشر، وعليه الجزء الثالث عشر إن شاء الله. السلام عليكم يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله. الأكل بالألسنة يشمل الأكل بالتمثيل والغناء. طب يا سيدنا حضرتك منعتني إن أنا أقعد عند المسجد وأنا بقعد على القهوة، أعمل إيه؟ لا تجلس على المقهى ولا تجلس تشرب الدخان في أي مكان. هل يستوي إنشاد الشعر بإنشاد الغناء إذا لم يسب قبحا أو يستخدم المعازف؟ هو إنشاد الشعر على تحسين الصوت غناء، لكن لا نحب أن يكون ذلك كثيرا. أسمعتم أحد القراء المشهورين قبل أن ينشد الشعر وبعد أن ينشد، بعد أن أنشده، بعد أن صار يغني ويقيم الحفلات، سمعتم قراءته؟ ما الذي حدث فيها؟ من كان عنده قلب بالتأكيد يدري الفرق. سبحان الله، أمر لا يملك التأثير في السماع مع شدة تحسين الصوت، يعني صوت جميل جدا ولا أثر له بعد الإنشاد والأغاني والحفلات. الموضوع مش موضوع حسن صوت فقط ولا حسن تلاوة، ده أمر حاجة القرآن له خصوصية في القراءة، فامتلاء القلب بذلك خطر عظيم. ما هي الأغاني الهادفة دي اللي بقول الامتلاء منها خطر عظيم، التانية الكلمة الواحدة منها خطر عظيم. الأغاني الهابطة بقى والأغاني بتاعت ما فيش أغاني دلوقتي مش هابطة، خصوصا الأغاني اللي فيها نساء، لكن ما فيش أغاني مش، ما أعرفش أغاني مش هابطة صراحة. الأناشيد الإسلامية دي هي دي بقول لأن يمتلئ الإنسان منها خطر عظيم، إن يقعد يسمع ليل ونهار فيها يضيع. لا تعبد، لا نعم يجاهد، نعم عندما يقول في بعض الأحيان ولا يشغله عن القرآن ولا عن العلم. أليس حسان ثابت من المستثنى، من المستثنى الذين قال الله فيهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ نعم. لا شك في فضيلة حسان رضي الله تعالى عنه، ولكن هو لم يكن له مشاركة في الجهاد، كان معذورا والله قد قبل عذره ورضي منه بذلك. هل يجوز نشر شعر ليس فيه كفريات لشعراء عرفوا بالكفر والمجون؟ إذا كان الشعر المنشور ليس فيه كفر ولا مجون لم ينهى عن ذلك. هل يجوز الجمع بين صيام النذر وصيام السنة؟ صيام النذر من الفرض الذي لا بد أن يتمحض للفرض، يمكنه أن يصوم النذر يوم الاثنين والخميس ليكون يوم الاثنين والخميس صائما، لا أنه يأخذ يعني ثواب النافلة بالإضافة إلى ثواب الفريضة، لكن يعني سوف يكون يرفع عمله وهو صائم، لكن صوم فريضة، يعني يوم الاثنين والخميس من رمضان بيصومهم إيه؟
فريضة، وبيصعد العمل، أصعد العمل وهو إيه؟ وهو صائم. قضاء لابد أن يتمحض أيضا للقضاء عليه الصلاة والسلام. يقول: قلت زوجتي سوف أعطيك ورقتك، مع عدم وجود نية الطلاق. الطلاق المعلق على المستقبل ليس بطلاق، فضلا عن أن يعني يعطيها ورقتها الذي هو كناية، ممكن يديها ورقة كده خلاص ليس عليه شيء. استعمال البرامج المستنسخة دون شراء. المحرم من ذلك ما كان مملوكا لمسلم أو كافر معاهد. حكم التسبيح بالمسبحة خلاف الأولى على الصحيح. في صلاة المغرب صلى ركعة خلف الإمام، وفي الثانية والثالثة أصبح إماما، فصليت الثانية جهرا أصبت. هل أصلي الثالثة سرا؟ نعم، لأنك تبني على حكم صلاتك أنت، ما أدركتهم عن إمام أول الصلاة. الركعة الثانية التي هي الأولى لك في القضاء هي الركعة الثانية لك، تجهر. الثالثة التي هي الثانية في القضاء تسر، لأنها الثالثة كما ذكرنا. خلاص اتفقنا بقى على الموضوع ده، الشخصي أو للنشر. السديهات التي يملكها مسلم أو كافر معاهد يمنع من استنساخها لا يصح. وبعدين خلاص زي ما قلنا كفاية كده. لو أني نمت عن صلاة الوتر ثم استيقظت في أذان الفجر، هل يجوز أن أصليها بعد أذان الفجر؟ نعم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. ما قولكم في عناد بعض الدول الإسلامية يهود على إطفاء حريقهم؟ الأحب إلينا أن يتركوهم يحترقون كما أحرقوا المسلمين وقلوبهم، ولكن لها يعني قد يكون لها ناحية دعوية، يعني كلمة، رغم أني أحب أن تستمر، لكن كلمة أردوغان أننا كمسلمين ينبغي أن نعاونكم كان لها أثر جيد في العالم، يعني انتشرت. هذا من الإحسان مع من يستحقون الإحسان، ما أظنهم يستحقونه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.